يفاجئنا بأكرم توفيق باكرايت ممكن، ويستعين بس بكريم أكرم نجم لو في وسط لعبنا الملعب. أربعة يبقى أحسن. نعم لو لو لعبت لعبنا أربعة، أربعة طبعا. لو نعم لعبت أربعة يبقى تحط أكرم توفيق باك رايت بحيث إن يبقى الجانب الدفاعي بتاعه كويس. لكن لو أنت حطيت عمر كمال عبد الواحد ناحية اليمين يبقى ألعب بثلاثة، نعم هيديك أريحية بقى، عمر ما يرجعش كتير، خاصة إن عمر هيعمل لك جبهة بس كويسة جدا. بتزود حد في وسط الملعب. بتزود نعم بالنسبة لطريقة إيه؟ لو لعبت بثلاثة خمسة خمسة ثلاثة عشان ثلاثة طيران عمر كمال ايوه، وطيران بس يحيى هتحط عطية بقى، الله، ممكن تحط لو لعبت بثلاثة مين جنب مروان؟ ممكن تحط قفشة وإمام عاشور في قدام مروان عطية. ده انت دي معلش. هتديك حلوة ان الاتنين يلعبوا مع بعض. يعني ليه ما بنلعبش بقفشة وإمام عاشور في بعض الأوقات؟ الاتنين عندهم قدرات كويسة، ليه دايما بنحط ان إمام قفشة بديل إمام؟ هو تصوري انه مستر كولر بالنسبه لقفشه بيقول لك هذا بديل رائع، صحيح يعني ده ممكن ينزل بغير نتيجه المباراه. يعني هو بيقول لك انا عندي قناعات تامه بقفشه، بس الواحد كل ما بينزل بيغير من شكله ومن نتيجه ومن اداء الفريق. هو مش قصه انه مش مقتنع، بالعكس عنده قناعات كبيره جدا بقفشه، بس دايما بيقول لك انا عندي واحد ورقه كنز في ايدي فبدفع بيه في الوقت المناسب. برد بالظبط. بس على استفسار حضرتك يا دكتور. وتدليلا على ذلك يا كابتن شوبير، ان مش هروح بعيد، المباراه الاخيره امام سيراميكا بدا بقفشه وامام، نعم صح؟ وطبعا بعد كده في الشوط الثاني عمل التغييرات وبدا ان احنا نشوف شكل ثاني. انا اظن ان هو ممكن يدفع بكوكا مع مروان علشان نحل مشكله البيلد اب اللي احنا وارد طبعا الاهلي بيعاني منها بعد طبعا رحيل عبد المنعم. كوكا عنده القدره ان هو يقدر ينزل كورته حلوه، يبدا ان هو شفنا اكتر من ثرو باس بيعملها بشكل كويس جدا، سواء كان لونج بول او كده، كورته جميل. فانا اعتقد كوكا قد يكون حل لمارسيل كولر في نص الملعب بكره، مع طبعا كوكا مع مروان. مع مروان وامام. طب قول لي تشكيله كده بالنسبه لك، وبرضه حضرتك تقول لي تشكيله بالنسبه ماشي. لك يا دكتور احمد. قول لي يا محمد. اعتقد ان هو هيبدا بالشناوي طبعا، اشرف داري مع ربيعه يعني ده بشكل كبير جدا، ماشي. عمر كمال وطبعا يحيى عطيه الله. انا نعم هلعب 4 3 3، الثلاثه في نص الملعب زي ما قلنا ممكن يكون كوكا مع مروان وامام، وقدام بيرسي تاو وحسين وطبعا وسام ابو علي. يعني دكتور احمد هقول لحضرتك لو لعبنا اربعه ولو لعبنا ثلاثه. ماشي يلا. ماشي 4 3 3، هو في حراسه المرمى الشناوي او مصطفى شوبير. نعم يعني في كلام ان ممكن مصطفى يبدا، نعم ان هو يكون مقسمها ماتشين وماتش، ممكن يعني ماتشين للشناوي وماتش لمصطفى. فحراسه المرمى الاثنين ما شاء الله يعني تمام. نيجي او برضو في حمزه علاء وفي مصطفى نعم محلوف في خلينا نقول الاربعه اللي المرشحين هم يلعبوا مرشحين. يعني. تمام. نيجي للاربعه اللي ورا، اشرف داري ورامي ربيعه. ماشي. اشرف داري ممكن يحل مشكله بناء الهجمه، ناس كتير مش عارفه قدرات اشرف داري في بناء الهجمه، هيحلها ان شاء الله. يعني اشرف داري وربيعه في الاثنين المساكين، عمر كمال عبد الواحد ناحيه اليمين، يحيى عطيه الله ناحيه الشمال. هفضل ان احنا نفضل زي ما احنا بمروان عطيه، اكرم توفيق، امام عاشور، وحسين الشحات، بيرسي تاو، وسام ابو علي. يبقى تغييره واحده بس اللي دخلت، اشرف داري مكان ياسر ابراهيم. ده لو لعبت 4 3 3 كويس، وكولر من المدارس دي اللي ما بتغيرش كتير. ماشي. يعني لو غير يحط اشرف داري مكان ياسر ابراهيم. تعال نروح ل 3 4 3، هيبقى برده في حراسه المرمى الشناوي او مصطفى، الثلاثه اللي ورا اشرف داري وياسر ابراهيم وربيعه. دول هيبقوا الثلاثه اللي ورا، عمر كمال عبد الواحد ناحيه اليمين، يحيى عطيه الله ناحيه الشمال، هحط مروان عطيه وقفشه وامام عاشور، وهيبقى الاثنين اللي قدام سواء بقى الشحات وسام ابو علي او بيرسي تاو وسام ابو علي. بس انا استغربت ان انتوا الاثنين ما قلتوش اكرم. لا انا يعني قلت اكرم في 4 3 3. بس يعني ماشي، بس يعني اكرم من الناس اللي بيعتمد عليهم بقوه مارسيل كولر، وعنده اكتر من مركز لو ما انا يعني. قلت لو هو هيثبت التشكيل زي ما هو هيغير بس واحد، اشرف داري مكان ياسر ابراهيم. لو لعب 4 3 3 نحط مروان عطيه واكرم وامام عاشور. انت قلت انه هيفضل كوكا بالظبط مع مروان عطيه، ليه ما حطيتش اكرم؟ شو انا بشوف طريقه لعب سيراميكا هي اللي هتجبر مارسيل كولر في الغالب ان هو ما يبداش طبعا باكرم. ليه؟ لان احنا انا شايف ان عمر كمال بمساهماته الهجوميه وادواره الهجوميه قد يكون افضل بكتير جدا، ويعوض غياب او يعني عدم جايب وجود لك بينالتي اكرم. في ماتش السوبر مظبوط. يعني والهدف وعامل نعم. موسم هايل. نعم. والهدف الرابع امام نعم. سيراميكا نعم. طبعا بالتحرك كان لسه نازل نعم. ما كملش دقيقه اول لمسه، فطبعا ده كان عارف كان بيلعب جناح شمال او يعني هو جوكر بيلعب في كل لعبه مكان. حارس مرمى هتلاقيه شغال، روح جميله جدا يعني. فطريقه لعب سيراميكا والسكواد بتاع سيراميكا او تشكيله سيراميكا قد تجبر مارسيل كولر ان هو ما يبداش باكرم.